جنيه مصري، ده حجم الاموال اللي تم تقنين الاجراءات بشانها في مجال غسل الاموال. فقانون غسل الاموال ده قانون مهم جدا طبعا. بيجرد العناصر الخطره اللي حضرتك قلت عليها ان هم ما عندهمش يعني ضمائرهم ماتت طبعا. فبالتالي بتجرديه من سلاح مهم جدا وهو سلاح المال، علشان ما يبقاش مجهز نفسه من ناحيه الدعامات البشريه او الدعامات الماديه او وسائل الاتصال او الانتقال او التسليح او الكلام ده. طبعا النهارده عمليات التهريب بقى فيها تطور كبير جدا، بحيث النهارده المهربين عندهم امكانيات كبيره. لكن انا يعني من خلال منبر الاعلامي لسيادتك انا بشكر معالي وزير الداخليه، لان سيادته مدعمنا دايما بكل الامكانيات اللي بتتيح لينا ان احنا نكون اقوى، واحنا بالفعل اقوى الحمد لله، لان عندنا دعامات بشريه مدربه على مستوى عالي جدا، الضباط كلها فاهمه طبيعه الجغرافيا بالنسبه للدوله بالكامل. اقدر احدث ضابط عندي في الاداره احركه اقول له روح للمكان الفلاني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، عارف المكان، يقدر يتنكر يوصل يرصد. يعني حجم الشغل الحمد لله يعني جهد متميز، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى هناك نتائج شديده التميز. طيب مؤخرا تم وضع ترامادول تحت الرقابة الدية، لكن بنسمع من حين لآخر بمولد مخدر جديد زي المخدر اللي قالوا ان هو بيخلي الناس زي الزومبي كده لما بياخدوه، ورغم ان في نفي كتير ان ده ما وصلش مصر، لكن خلينا نقول ان في النائبه هيام حلاوه قدمت طلب احاطه وقالت ان هذا المخدر وصل بالفعل للوراق واوسيم. ايه رد حضرتك على هذا الكلام؟ طيب انا صح معلومه صغيره بس لحضرتك، واحنا الترامادول طبعا مدرج عندنا كجدول اول ترامادول مدرج جدول اول مخدرات من عام 2012، ولكن هو اشكاليه الترامادول بتجينا من ناحيه الهند، والهند الترامادول مش مجرم فيها، وبالتالي ساعد مصر الحمد لله خلال الفتره الماضيه ان هي تقدم مقترح للجنه المخدرات في الامم المتحده في فيينا، علشان ندرج الترامادول على الرقابه الدوليه، بحيث ما تتحركش اي شحنه على مستوى العالم الا برقابه دوليه معروف ان هي متحركه رايحه فين والانهي دوله. ان شاء الله احنا عندنا اجتماع في مارس 2018 هناكد على هذا الامر باذن الله، وعندنا دعم افريقي ودعم عربي ان شاء الله انجاز هذه المهمه والاستجابه لرؤيه جمهوريه مصر العربيه في هذا الشان. الامر الثاني، انا بستغرب لما بلاقي حد من اشقائنا في البرلمان بيقول ان الفودو مش مدرج، الترامادول مش مدرج. انا بقول لك وانا راجل المسؤول الاول في الاداره العامه لمكافحه المخدرات، الترامادول مدرج جدول اول مخدرات واحرازه وحيازته جنايه، وقد تصل عقوبه الجلب فيه الى الاعدام. احنا بالنسبه للفودو الحمد لله ادرجناه بالقرار 691 لسنه 2014، وده قرار معالي وزير الصحه بوضعه على جدول اول مخدرات. وانا باكد لحضرتك تماما وباكد لكل المصريين مفيش مخدر اسمه الفلاكة داخل جمهورية مصر العربية. هذا الكلام هراء ووحي خيال. الفلاكة ده حضرتك لو تعرفوا ان في القات اللي هو موجود في اليمن، وده بيمضغ كده ورقه اخضر لانه منشط. الكيميائيين عملوا حاجة اسمها المادة الفعالة في القات اسمها الكاثينون الطبيعي. هم عملوا كاثينون الصناعي داخل المعامل الكيماوية، وبالتالي ظهر المخدر اللي هو الفلاكة او البي في بي، وده الالفا بي في بي ده حضرتك ده مخدر لم يظهر داخل البلاد نهائيا، ده موجود في الصين، موجود في بعض الولايات المتحدة، بعض الولايات في امريكا. وانا باجزم لحضرتك ان هذا المخدر لم يصل الى داخل البلاد. احنا كمان كخطوة استباقية علشان ندرأ عن شبابنا هذه المشكلة، أنا على طول الحمد لله بعد العرض على قيادات الوزارة أنشأنا أو عقدنا لجنة اللي هي اللجنة الثلاثية بتنعقد برئاستي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتضم ممثلين عن وزارة العدل وعن وزارة الصحة سواء الصيدلة أو الصحة النفسية، وطرحت قلت إن في مخدر ظاهر جديد في الأماكن الفلانية ودرءا لشروره قبل نزوله مصر، أنا عايز أدرج هذا المخدر المادة الفعالة اللي فيه اللي هي الكاثينون الصناعي على جدول أول مخدرات، عشان لو نزل يتحاكم أي واحد مدخله البلد وأي واحد يتظبط بيه، لأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فحضرتك اطمني تماما، وإحنا صادقين في هذا الأمر وبنتكلم بمنتهى الأريحية، وبنقول المشكلة عندنا فين على مستوى العالم وإحنا فين بالنسبة لدول العالم. وانا لسه كان في المؤتمر، كان عندنا مؤتمر من 2 لـ 5/12 ده عاملينه لمديري ادارات ورؤساء مكافحه المخدرات على مستوى الجمهوريه، قعدنا
تشاورنا، فهمنا المشكله عندنا فين، النقط الملتهبه عندنا فين على مستوى الجمهوريه، دعيت بالتعاون علشان نحط جدول زمني لان احنا نستهدفها. الامور ماشيه الحمد لله بشكل منتظم جدا. احنا ما بنشتغلش بسياسه رد الفعل لاي حد يقول اي كلمه او اي يعني رد فعل لاي حاجه، ده ما يتمش بشكل عشوائي. الامور عندنا مترتبه وعارفين وفقا لاستراتيجيه واضحه، بنشتغل بفكر موحد بامكانيات الحمد لله متاحه بضباط مدربه تدريب جيد علشان نقدر نحقق كل عناصر هذه الاستراتيجيه. طيب.